منها الرؤية المسرح في الشمال اليمين، وبيدخل الكمبيوتر يا أستاذ ومعرفش جت ازاي. هي ايه دي جت؟ عطفت يا أستاذ، عطفت. أيوه يا أستاذ، والجمهور قام ومات وقال لك الميت صحي، الميت بيعطس، الميت عنده انفلونزا الخنازير. بقى يقول يا أستاذ بروفيسور لابوه المسرح. أيوه والله يا أستاذ، ويوسف بيه ما استناش ان المشهد يخلص يا أستاذ، راح طريقه يا دي. ايه يا حبيبي، ايه عليك انا؟ انت بتقول لك على مين يا أستاذ؟ لسعت في المسرح يا أستاذ. بنطلون، أنت عارف إن الفن ده كيف يا أستاذ؟ بنطلون، أنا عامل حشيش والأفيون والترابول يا أستاذ. بنطلون، وشغلت شغلات كتير يا أستاذ، نجار على سباك، والمسرح كلها اترفضت لغاية النادي لما جت لي يا أستاذ. نادي إيه؟ نادي المسرح يا أستاذ. النهضة، وبتكسب فيه بقى كتير يا أستاذ، فلوس كتير كتير بتبقى على ودنه. عندك مثلا أنا كنت بصور البنات في اسكندرية، قالوا لي يا موري ادوا وقتك وهتبقوا مين؟ هو حضرتك؟ لا 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 يا سبب الفيلم ده كان اسمي ايه؟ فيفا تبطل. فيفا تبطل؟ لا يا استاذ، العقيدة كلام وفيفا تلاتة، انما الفيلم بتاعها اسمه فيفا تبطل. يا سلام، اسمه فيفا تبطل. ويطلع مين في فيفا؟ بيظبط مين؟ فيفا ده بقى واحد اسمه مصطفى. اللي طلعت بالصف اعظم فنانات العالم، انت عارف مين موهبه؟